خذ منها الطيب وترك البطال. والقصائد يا طول عمر السلامة هي تراها رسالة في الحياة. الشاعر ترى مسكين، الشاعر مسكين لين يموت وهو باقي على وضعه إلا من رحم الله سبحانه. عشان الله يجملها ويشفيها. أبو حور نبغى نسمع منك شيء وطني. والله الوطني كل قصيدي وطني ما شاء الله. أنا تهيبت يا طول عمر السلامة. إيش بغيت؟ أبغى الوطنية، أبغى بطلبك شيء عن الوطني. احتجم حبيبي انت. الله في له قصيدة سواها في الملك سلمان الله يحفظه، يوم طلع خارج المملكة ورجع وجت الأوامر. يقول صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. يقول سلام لك يا سلام يا سيف العرب يا تاج راس الأمة، يلي محبتك بقلوب الناس حب ثاني، ما قال هلا شاعر يومه نطقها فما شاش المخيخ وطاحت الغترة على الأمتاني. هذه قصيدة في ملك ما هي بلعبة دمه، هذا فخر وأكبر فخر للي وطل ميداني. ناس تحب الحاكم اللي همهم من همه نفذوا صات موسى النسل الكحلاني. حبيت شعبك فخلصوا لك والظروف مغمة، وش الغريب ان هام بك شعبك بلا ميزاني. حبك مثل وبل الربيع اللي الرعود الزمة وطلالة محياك برق هيض الغدراني. حبيت شعبك فخلصوا لك والظروف مغمة، وش الغريب ان هام بك شعبك بلا ميزاني. حبك مثل وبل الربيع اللي الرعود الزمة وطلالة محياك برق هيض الغدراني. ودي تشوف الناس قبل وصولكم ملتمة مستبشرين بجيتك يا طيفنا الوداني. كم شايب بالهاشمية فاري لكم، يلا تعاون خادم البيتين يا رحماني. ولا يتيم ما شكا من طول يمنى عمه، ما يشتكي إلا من فراق مدلها اليتماني. صقر عنابك يا السعودي لين وصل القمة، لأنه تعنز فوق رج من دونه الشجعاني. وانثار بارود الحرابة مو ساعد ذمة الطامعين اللي جباها الإثم والعدواني. تبشر بوجه ما عرفته يا قليل الهمة، والعاقبة بالضيم لك يا مرخي يا لاذاني. وحنا لسلمان دروع تلبسه وتضمه، نفديك يا ابو فهد الحر لا بالشيهاني. كل انتباه بك مليك صار من في حكمه، ولا الجزيره وبصراها في ذر الجنحاني. جتنا اوامر سيدي بحر بعيد يمه، والبحر ما تلقى به الا اللول والمرجاني. فالسجن بيث من مساجينه بري الذمه، من تاب تاب الله عليه وشمله الغفراني. والفقر مات وجثته عار على بطن امه، سدد على المعسر ديونه والجمد دياني. ما دام حبك يا السعودي ساريا في دمه، فعند الركاب وسر وخلك الولا عنواني وسلامة الجنين. سلمت صح سلمت صح غلامين. اللهم الله يحفظ ملكنا ولي العهد ولي عهدنا ان شاء الله. الله الذي نفسي بيده ان في قلبي ولا لهم لا يعلم به الا الله. اسال الله ان الله يديمهم وان الله يجعلهم على العز والطاعه وان الله يعينهم يا رب. يا رب الله يكتب لنا وانتم خير. اللهم امين. ما شاء الله يجزاك الله يطول صح لسانك. انا بعض الحين ترى ابدع في القصيده ما شاء الله تبارك الله الله يطول عمرك في القصيد وفي السوالف ما شاء الله تبارك الله يا ابو والله على خفيف. لا لا سمع احنا نقول بها كذا زين. واحد نشدني قال يا اخو كيف انت تسوي بها؟ قلت والله نولف عملنا نصافق بالحياه هذه وتمشي. ما ادري الحياه انها تجارب. عندك ذا الحين العامل يجيك من بنغلاديش ما يعرف ايش الذبيحه وش التيس وش العنز وش الطلي وش وتحطه في مصلخ 10 ايام قد يفسخ الذبيحه قد يعرف الجذع المثلي. صادق الحياه تجارب والله جعل الانسان تكيف. ايوه يتكيف الانسان مع الحياه. عطنا من الاشياء اللي قد تكيفت معها ومن تجاربك. والله يا طول عمر السلامه ما به الا طلبه الله. ما تكيف فالحياه تراها تجارب، ولا تفكر ان الضربه اللي ما تميتك انها ما بتستفيد منها. الضربه اللي لا توجع ما تصلح، لكن الضربه اللي تثر فيك قد تاخذ منها عبرة وقد تأخذ منها تجربة. اي والله انا والله اني ادور للشهادة هذه، ولكن عشان احنا في دراسة وكذا. اسأل الله ان الله يوفقكم. امين. اسأل الله لكل من يختبر ان الله يوفقه، مع ان ما عندي شهادة لكن تعالوا احسن منه. يا رب يا رب. الشهادة هذه ادرج لها من زمان ولكن ما جاني لي الله، لكن عندي شهادة اطلق من شهادهم كلهم. ها شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله. الله الله الله. فيدق عليه سعيد اخو اللي اسمه سعيد الله يبارك له، انا اسميه المرجع المالي. اي كارثه تجي لي ادق عليه. وزير الماليه حق البيت هو. نعم. هات. دق علي مره قال ايش اوضاعك وايش علومك بشرني عساك طيب. قلت يا سعيد ابشكي لك. ايه. قلت يا سعيد ابشكي لك معانات وظروف. رجل انزلق بين القنا والشباري. كل تعلم راتبه كومه ولوف وانا
ورزقي مثل صيد الحباري من غاب عنه الشوف وشلون بيشوف. ما يختلف عندي مهندم وعاري، لا وضعكم مشمس فانا وضعي كسوف، كل العرب طاروا وانا في مطار. سلام في الجميع. فيقول لي يقول كمل دراسه في هذيك الايام، قالوا نبغاك تدرس في انتساب في جامعه ما ادري فين قالوا فيه، وان شاء الله انهم يخلونك تنتسب. والله واروح لهم، يوم جيت عندهم قالوا ما يصلح، انت قد لك سنين من يوم تخرجت، والله يستر عليك. فرحت الرجال انشروك اني ابغى اترك المجال له. فعود يطلع من السلامه، جيت قلت الرجال ردني، قال ترى الرجال يحب القصيد، وهي جامعه معينه من جوامع المملكه. والله عاود اولف لي ذيك القصيده، حطني الرجال حن في منطقه حاره وحن في المشب، قال تبغى ترقد في المشب ولا تبغى ترقد مع اخوانك؟ فهو قريب لي. قلت لا والله خلني في المشب، ابغى على ريح الضوء ريح. اي والله فيه ريموت، ثاني ثلاثه ريموت ولا اربعه، ابغى ادق الساحه ادخل جو القصيد. حلو، ودك تتكيف. ايه، فادق زر. ايوه، ما امدح الا انقلبت الدنيا نار، اروح حق المكيف انقلبت الدنيا جحيم. عز الله كتب لي قصيدة جاء الفجر، قال ايش بلا، قلت والله ما عرفت انه حر. واني ادخل عند مدير الجامعة هذا، السلام عليكم، قال جيتني امس، وايش تبغى؟ قلت عندي لك قصيدة، قال والله لاني شاعر الفليو ولا اني اقيم الشعار ولا ما بتستفيد. قلت ان زانت لك فاهلا وسهلا، وما زانت لك خلني اضرب الباب واروح لهالي. قال اعطناها، والله كان مكتبه المكتب الجامعة ذي باقي جديدة، مكتبه باقي صدى، باقي فاضي، ما قد باقي مكيف باقي تو باقي صدى. قلت اني اتذكر لحنها، لها لحن كايف، ان جمع الحر اللحن. سلام يا شيخ قصدت وتزيب فاللزوم، الوافي ابن العز راع الجود مندوب لولاه، يا واحد مغرته كل العوايد والسلوم، ابن الحسن نجمه تعلى واستسرت باسمه، قد فاتني رحلة ذهبي ما بقى غير القدوم، ربعي مشى والله يوفق من درس والله عطاه، ودي تشوف اللي معي بالصف بأقسام العلوم والطب ويا الهندسة، وانا قعدت اطلب رجاه، وانا عرفت اني بذا الدنيا معنا ومحروم، غير اعتزينا بالكريم اللي بندرس في حماه، دكتورنا محمد مدير الجامعة عندي لزوم، وعد عطيت شايبي يجعل ذا الدنيا فداه، ودي أحقق حلم وأحلامي غدات عندي هموم، يوم احتوان الموج طحت ولا نفع طوق النجاه، شتات روحي من تثر زاد العبث بذا السموم، وقبولكم مثل العليل اللي يقرب له دواه. سلام للجميع. قال هات الورقة وخلوني انتسب، والله واقعد لين جا ذيك الايام، قالوا الاسبوعين الجايه عندك اختبارات، والله واجي اثرهم فصلني الجامعه، هذا المستوى الاول هذا الثاني هذا الثالث. حلو. والله واجي واقعد فترته واروح يطلع مسامح، والقى واحد من الجماعه كيف الحال؟ قال والله يا عشاك ذا الليل يموت، اول يوم اختبار. سولفت معه لكن انا من كثر شوشتي بابن عمي خلاص. قلت كيف حال؟ قال وش انت في؟ قال انا في المستوى الثاني. وانت؟ قلت والله المستوى الاول. سكتنا على هذا الحال، واختبر معهم اسبوعين، اختبر عند الشباب اقرا وادخل، ولا الاسئله غير ما تتصور، غير اللي قريت والله، وارسم فيها كلها. فهم قالوا والصفر من شيء من رجالي، فيها صفر كلها، الحمد لله ما كتب الله نصيب. اللي ما طلعت انت في المستوى الاول وذاك في المستوى الثاني، قاعد تختبر مع المستوى الثاني. الحميه جابت الصفر. المهمني مع الرجال كل يوم يسولف معه، واخر شيء نجح وانا على طول رحت الديره. مكتوب مكتوب يا بحر مكتوب. الله يكتب لنا. شوف ابغى تجيك الشهاده الى حدك، لكنك انت ما تشوتها تكفح على والله انا عندي رغبه في الانجليش. يس يس واو. والله اني ما اعرف الا جمله اعطانيها رجال، ان شاء الله سيو. لا
يقول I know any language وهي هي اللي ورطني مع الإنجليزيين كلهم. لقيت واحد في يابها قلت you speak English؟ قال yes of course. من هي ينفلت علي قلت go 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 I know any language. قلت I know any language in this life like off the back of my hand but I can't completed my student in this city. قال why were we were قلت yes no yes no 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 yes thank you ويلكم ويلكم والله اني ادور الرجال انفلت علي بعد رجل. بس ما شاء الله عندك مخارج الحروف ما شاء الله تبارك الله مفصله تفصيل. هاي وش هو هذا؟ انا عندي اللهجه اللي في الشارع. ما شاء الله تبارك الله اللهجه اللي في الشارع الاوروبيه يعني. ما شاء الله تبارك انا اتمنى اني اسافر اوروبا قريب. تتيسر ان شاء الله. واشتري ماطور على بير عندنا. لا مع مرافق ولا ماطور كل شوي ويخرب. ماطور الماني كو. انا ابوي على طاري لاوروبا ابوي يا طويل العمر السلامه سلام. عندي اخو مريض ادعو له قول له يا الله يرفع عمابه. عنده لوكيميا في الدم. الله يرفع عمابه. ابوي يحبه واسال الله ان الله يعافي كل مريض. ايش اسمه يا اسمه؟ عبد العزيز. الله يعافيه وان شاء الله انا بخير. هو يشوفني ذا الحين باذن الله. كيف الحال عزوز؟ الف الف لا باس عليك. الله يوفقك. بغيت اجيب والله نبغى نبغى نبتدي ما في والله امي تبغى تنومني. قلت من الظهر اهديت الوالده هديه تبغى تقول الله يكثر رزقك. قالت الله يكسر رجلك. الله ايه نفسها. الله يكرمنا. ابوي طلع من صدق عليه في الرياض اول ما مرض الولد اسال الله له العافيه. امين. قال والله ان اخوك تعبان. ابوي في تعرف جلافه الاوليم ها؟ إيه. ما عندهم الا ولدي ولد ما يوقف الا في الوقت الحاسم. فقال لي والله اخوك تعبان وشفت في نبره صوته الحزن وانا ما قد خبرته في هذا المجال يا عبد طلع من السلام انت الرجال صارم. والله ان يرسل له ترى القصيد اليه الخطر ويريفها ويلين الخوافي. ان يرسل له قصيده. اي والله. قلت تروني تعبان. ماجور يا من طاعته عقبالي له مصطفاه لا بس جعل الله يحارج شبتك من ذا الزمان يا شايب ما طالنا يا كون قطرة من سماه راضين في حكم الله وما قدر الخلاق كان هذاك يا أيوب الذي يبدأ لخلقه رضاه من عقب ما جاهد في الدنيا الصعيبة الثمان حمده نال الصبر ولا الصبر قد جانا وصاه من صفوة الخلق وعاد راعيه برفع الجنان فالحمد له والشكر له متقطبين في عراه وعبادته حق علينا وابتهالاته الامان ما ينفع الانسان فاقر ولا انتعمنا بالغناه الا انت كفى شر قلبتها على السبع السمان. سلامة الجميع. والله يعافيك كل صحيح صحيح. الله يشفيه ان شاء الله. الله يلبس الله حبيبي الناس تعرف احمد في السوشيال ميديا نبغى نتكلم عن احمد حياته يدرس ما يدرس حالته نبغى زي ما تقول صوره اكثر عن احمد. الناس تعرف ان احمد نجم في السوشيال ميديا يلفلف ما شاء الله تبارك الله يسولف لنا يضحكنا يونسنا لكن ما يعرفون عن حياة أحمد. تفضل حبيبي. أنا واضح أصلاً تابع سنابي حياتي الخاصة طبيعي شيء كلها على سناب. صوتي للتحاسب. ما في أي صنع الحمد لله. رجال التحاسب. قدرهم يعرفون كل عن كل شيء عني. الحمد لله أنا طبعاً ما كملت دراسة. عمري 27 سنة. التحقت بالسلك العسكري 4 سنوات. وطلعت ودخلت اكثر من شركه وطلعت الحين الحمد لله متفرغ للسوشيال ميديا
نطبها طبها والحقها. طبعا ما شاء الله طبعا حبيبي احمد فاز بسياره قبل اسكت اسكت وانا اقول لك بلا مبسوط من ذا اليوم مبسوط.